ذكرتم حفظكم الله أن النصارى ليسوا كلهم يقولون إن عيسى هو الله أو ابنه أو ثالث ثلاثة، هل ما زال منهم في هذا العصر من لا يقول ذلك؟ الله أعلم، ما ندري، لكن نذكر ما جاء في القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الذي نعلم، قد يكون منهم بقايا، ما ندري، لكن شوفوا، اللي ما يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن رسالة عيسى انتهت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. الذي ما يدخل في دين محمد هذا كافر، لا يسمع بي، قل صلى الله عليه وسلم، لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ما في دين إلا دين محمد إلى أن تقوم الساعة. نعم.